من جهتها نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي بالعراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الأمريكية لم تقم بقصف أو شن أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، وأضافت إن هذه الاتهامات خاطئة ومضللة ومثيرة للإشمئزاز، مؤكدة إن واشنطن تدعم سيادة العراق.